في اليوم الرابع من عيد الفطر عادت الحياة إلى طبيعتها بمزاولة التجار نشاطهم تقيدا بتعليمات وزارة التجارة بإلزامية استئناف العمل بعد نهاية عطلة العيد مباشرة. تنفيذا لتعليمات السيد وزير التجارة والسلطات الولائية لولاية المدية وتبع لتوجيهات السيد المدير الولائي للتجارة لولاية المدية، قامت مصالح التجارة بني سليمان بخرجات ميدانية وهذا لحث التجار على استئناف النشاط التجاري، حيث سجلنا عودة جل النشاطات التجارية لممارسة نشاطها بصفة عامة مع تسجيل وفرة عادية في المواد الواسعة الاستهلاك. رانا فاتحين اليوم وكاين تجار تجزئة جاو قضاو جاو دوزيام جور تاع العيد ثاني خدمنا دوزيام جور تاع العيد خدمنا جاو قضاو الناس وداو سلعتهم وكل حاجة كاينة موجودة، ما هيش حاجة اللي ما كاش راه فيها أزمة ولا كل خير كاين. هذه تنفيذا لتعليمات مصالح التجارة، تم اليوم استئناف يعني عملية البيع في اليوم الرابع من عيد الفطر المبارك. كما راك تشوف احنا اليوم الرابع على التوالي أيام العيد، كلفتنا مدير التجارة باش نعلمونا وبا، والحمد لله مزلنا اليوم الرابع نوفرنا السلعة في ظروف عادية وكل شيء كاين الحمد لله. هذا الإجراء لقي استحسان المواطنين حول تجديد الرقابة لمدى استجابة التجار لاستئناف العمل التجاري ومدى تموين السوق بالمواد الأساسية. اليوم الرابع من عيد الفطر نثمن هذه الإجراءات اللي قامت بها مدير التجارة، أنه كل الدكاكين تاع منطقة تاع مدينة بني سليمان مفتوحة والحمد لله. يعني كل الخدمات متوفرة سواء خدمات تجارية ولا خدماتية ولا الحمد لله أنا نشوف النشاط نشوفوا كلش والسلع متوفرة والحمد لله يا رب العالمين، يعني ما كاش حاجة ما كاش نقص في أي مجال. بعد انقضاء شهر رمضان والتزام التجار بمداومة العيد الفطر، ها هي اليوم تعود الحركة التجارية لمجاريها بمدينة بني سليمان بعد استئناف أصحاب المحلات لعملهم ضمانا لراحة المواطن البسيط.